بآلاف الجنود ومئات الطائرات من 25 دولة، يجري حلف شمال الأطلسي في سماء ألمانيا أكبر مناورات جوية في تاريخه. المناورات التي خطط لها من قبل حرب أوكرانيا بسنوات تأتي والحرب قاربت على إكمال عام ونصف من عمرها، ما اعتبرها مراقبون رسالة إلى موسكو وحلفائها على قوة وتماسك الناتو، بينما رآها آخرون رسالة ردع من الحلف الدفاعي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المناورات الجوية الأضخم للحلف الأطلسي تشمل تنفيذ نحو 2000 طلعة جوية، كذلك تشهد تدريبات عملياتية على المستوى التكتيكي معظمها في ألمانيا، لكن سيجري جزء منها في جمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا. وعلى جانب آخر يخشى قطاع الطيران المدني والمسافرون عبر الجو تأثر رحلاتهم بالمناورات، رغم النفي الألماني والأمريكي لحدوث أي اضطرابات في حركة النقل الجوي خلال التدريبات. وأياً ما كان الهدف من تلك المناورات، وأياً من كان المستهدف من رسائلها، فدلالات حجمها وتوقيتها كافية لتوضيح ما تحمله من رسائل للشركاء داخل الناتو قبل الخصوم.